السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن تجميع للفارة. ان شاء الله تكون كويسة، هي مسهل حاجة. بسم الله. دلوقتي لما اجي انا عايزة اخش اخد عينة من جوه جسم الانسان، يعني مثلا جدرنال اسبريشن دوت، حاجة بدخل جواه حقنة واسحب من الجدرن، او انتيرو كبسول بدخل جواه كبسولة وبعدين اطلعها تاني عشان اخد عينة من الجدرن، تمام؟ يبقى انا طالما اقتحمت جسم الانسان عشان اخد عينه، يبقى انا دخلت جوه القفص. قفص، ماشي. قفص دي اختصار لايه؟ الجي للجورديا، اف فاشيولا، اس سترونجيلايد. وبما ان الجينوم على شكل سي فهتبقى معاها السي قفص، سي سي دي فور كابيلاري. طيب لو انتيرو كبسول نفس القفص بس معاها بي، بي فور بن مش فور بوك، تبقى للبارفون ده بروتوزو. ماشي. بالنسبه بقى للسترونجلويد، بالنسبه للانترنال اوتو انفكشن، انترنال اوتو انفكشن علشان حاجه تعرف تعمل انترنال اوتو انفكشن لازم تبقى قويه سترونج، ما بتحبش تقول سلام الحقيقه، سوليم، ولو قلت لها بره هتفضل قاعده جوه وتتنح جدا، بارفوم. يبقى قويه سترونج سترونجلويد، لو قلت لها سلام مش هتطلع برضو، ما بتحبش تقول سلام، تين يا سوليم، ولو قلت لها بره هتفضل قاعده جوه وتتنح، بارفوم. ده بالنسبه للانترنال اوتو انفكشن. بالنسبه للاوتو انفكشن عامه فيبقى يشمل الانترنال اوتو انفكشن اللي احنا قلناه ومعاه اكسترنال اوتو انفكشن. طيب ايه بقى؟ كابيلاريا وانتروبيس والنانا والجورديا. معلش ممكن احفظهم؟ ممكن جدا. دلوقتي اكسترنال اوتو انفكشن، جاي هجوم، راحت البت نانا طلعت وقفت في الجوردن ومعاها دبوس عشان تحمي نفسها ولابسه كاب عشان تحمي راسها، تمام؟ يبقى البت نانا لبست الكاب كابيلاريا ومسكت دبوس انتروبيس. انتروبيس احنا عارفين الانتروبيس هي البين وورم، الدوده الدبوسيه، ولازم تبقى حافظ الاسامي اللي هي التانية بتاعت الديدان عشان ممكن اسالك اصلا بالاسم التاني مش بالاسم الاولاني، تمام؟ ووقفت في الجوردن اللي هي الجورديا. ده بالنسبه للاوتو انفكشن. بالنسبه للدوريه، الدوريه معانا ستيتوريه فيديومينس دوريه انترميتنت دوريه. طيب دلوقتي الاستيتوريه يعني ايه؟ استيتوريه يعني فاتس نازله في الاسطول. طيب فاتس نازله في الاسطول، استيتوريه اختصارها جاز، جاز جي فور جورديا، اي اسكارس، اس سترونج اللي هي سترونجلويدز، تمام؟ طيب اما اجي اقول لك فوليومينس دايري دي ما تتنسيش، كابيلاريا، كابيلاريا كانت بتعمل فوليومينس دايري لدرجه ان انا بديله الالكتروليتس ومحاليل كده بعديها. طيب يبقى فوليومينس دايري ما تتنسيش، كابيلاريا. بالنسبه للانترميتنت دايريا فالهتروفس والسترونجلويد، هتروفس وسترونجلويد. يبقى الستوريا اختصار ايه؟ جاز، جاز، ماشي. احنا شايفين بنوته هي اللي قاعده، ده كان ولد هو اللي قاعد. بما ان البنوته قاعده يبقى اكيد دي عندها ديزانتري. يعني ايه ديزانتري؟ بلاد اند ميوكس ان ذا ستول. طيب بت يبقى ديزانتري، بت دي بي فور بوك، ماشي. بالانتيديوم اي انتاميبا هيستوليتيكا تي تريكيورس، واي تي اقولها تبقى تريكيورس، ما عدا لو هي كانت تينيا سوليوم هقول لك ساعتها وهحفظها لك ان هي سوليوم، ولو تينيا ساجيناتا هي تينيا ساجيناتا واحده بس اللي عندنا وهحفظها لك برده ان شاء الله، تمام؟ اي تي تانية تقابلها يبقى دي تريكيورس. يبقى عرفنا بيت هي ديزنتري، صوره تتحفظ في ذاكرتك. طيب بالنسبه بقى للدايريا الفولود باي كونستيبيشن، فالموضوع فيه خداع، دايريا وبعدين فجاه كونستيبيشن. الله احنا نلعب مع بعض ولا ايه؟ اللي يعمل الحركه دي عصابه الاميبا، انت اميبا هيستوليتيكا، والدوده اللي ما بتحبش تقول سلام فبتفاجئك دايما وتيجي وتروح، دي اللي هي التانية سوليوم. يبقى تانية سوليوم لحد دلوقتي قلنا مرتين في الاوتو انفكشن والمره دي في الخداع. نيجي بقى على ابنديسايتس. ابنديسايتس اعرف ان تيتا عندها ابنديسايتس. تيتا اما مغركش ان هي بتلعب باليه، يعني هي ما بتحبش تبين ان هي عيانه. تيتا تي فور تينيا، بس تينيا ايه؟ ساجيناتا. اي انت ميبا هيستوليتيكا، اي التانية اللي هي انتروبياس، والتي تريكيورس، والاي اسكيرس. انت مش قلتي اي تي تبقى تريكيورس؟ طب اعرف بقى ان دي المثال الوحيد اللي هناخدها في تجميع على التينيا ساجيناتا. طب ليه ما قلناش تينيا سوليوم؟ يعني ايه اللي يخليني احفظها كده؟ عشان تيتا بتاعتي مسلمه اكيد، يعني مش هتاكل خنزير، تمام؟ تينيا ساجيناتا. نيجي بقى على الانيميا. كان في ولد عنده انيميا وبعدين مامته قالت كل علشان تعرف تصد وترد،
يقول لها لا يا ماما، تقول له كل عشان تعرف تصد وترد، وراح تلطشه بالقلم على وشه عشان هو مش بيسمع الكلام. وكانت دي قصه جميله. تصد دي بقى تي والاس والدي، صح؟ اي تي قلناها تبقى ايه؟ ذا كيورس. اس دي فور ايه؟ سترونجلايز. دي بتاعت مين؟ ضعيف الهيبوثريوم. تمام. نيجي بقى على المان لما ياكت از انترميديت هوست. مان اكت از انترميديت هوست، يبقى اكيد الواد ده بقى ايه؟ روش. الواد ده انت روش، ده انت روش طحن. شايفينه شعر اصفر ازاي؟ ده انت دي ضعيف الهيبوثريوم. ان نانا والتي بقى دي مش تريكيورس، امال ايه؟ تانيا سوريوم. حضرتك ده شعره اصفر يعني اكيد اجنبي، طالما اجنبي يبقى في اغلب الاحيان هيبقى كافر، والكفرة بياكلوا خنازير، يبقى تانيا سوريوم. ماشي، تانيا سوريوم. ده انت تتنساش بقى، ماشي، تركم شعر الاصفر وكل حاجه. نيجي بقى على اللي بيحصلهم انفكشن باي ووتر، بيعملوا انفكشن باي ووتر. مين بقى دول؟ افتكر ان لما تكون الدنيا صهد لازم تتص وشك بشويه ميه. صهد سي فور كابيلاريا، اتش فور هيتروفس، داي فور داي فيليبوتريوم. تمام. طيب علشان ما تلخبطش ان سي دي ممكن تحسبها ان هي اس، دماغك ما تلخبطش، ممكن تقولها ضحك او ضحك على اساس ان منظر الصوره دي ضحك، ضحك ماشي، يعني صهد كويس. يعني نيجي بقى على اللنج، مين بيعملوا انفكشن بيروحوا على اللنج؟ اخر ثلاث ديدان درسناهم، ايه هم اخر ثلاث ديدان؟ معلش عشان ناسي، اسكيرس، ترونجيلويدز، انكيلوستوما. دول ثلاث ديدان اخر حاجه يعني كنا خدناهم، نيماتودز كلهم. طيب واحده معانا بروتوزوا يعني حابه تيجي معانا، اللي هي انتاميبا هيستوليتيكا. انتاميبا هيستوليتيكا، ماشي. نيجي بقى على تجميعه كنت جايباها من الداتا، بس معلش عشان بس في حاجه نسيت اقولها لكم، هي مش في التجميع بس يعني لازم تعرفها. اعرف ان الانيميا عندنا اللي بتعمل pernicious anemia هي مين؟ مين اللي كانت بتعمل pernicious anemia؟ ال tricurus. تمام؟ إيه لا سوري، ال diphyllopotrium. ال diphyllopotrium هي اللي كانت بتعمل pernicious anemia. ال tricurus كانت بتعمل ايه؟ iron deficiency anemia. تمام؟ طب عشان ليه بفكرك بالحتة دي؟ اولا ممكن تيجي MCQ عادي، ثانيا كانت الدكتورة قالت ان انا ممكن اقولك compare between two different two different worms بيعملوا two different anemia، two different types of anemia. فانت هتفتكر معايا pernicious anemia والانيميا التانية اللي هي كانت بسبب فقدان الدم. تمام. مين اللي كانت بتعمل pernicious anemia؟ اللي هي مين؟ الدايفيلوبوتريا. مين اللي بتعمل الانيميا التانية اللي هي بسبب فقدان الدم؟ دي اللي كانت تريكيورس. طب هتقولي طب ما سترونجلايز برضو، ما انت لسه قلتيلي تصد. اه تمام، بس الدكتوره كانت قالت المثالين دول ممكن يكون عشان مكتوب ان السترونجلويدز دي ماي كوز انيميا. تمام، فهعرف احتياطي يعني للزمن. نيجي بقى على التجميعه دي بتاعت اوبركيوليتد ايج. الايج اللي هي عندها اوبركلوم دي بتبقى بيضه عامله نفسها فهد، ماشي، اف فاشيولا، اتش اللي هي هيتروفس، والدي فور دايفيلوبوتريوم. اجي بقى اكلمك عن النيمونايتس. النيمونايتس يعني عندها صوصة، ماشي، معلش هي مو مكتوب كده. الصوصة دي الاس فورس شستوسوما مانسوني والاي اسكيرس سترونجلويدز اند انكلوستوما. تمام. طيب بالنسبه للسويل ترانزميتد ديزيز، طاسه، عارف الطاسه اللي احنا بنعمل بيها الاكل دي؟ طاسه. يبقى اللي كانت الووتر كانت صهد، وال بتاعت السويل اللي هي الطاسه. الطاسه دي تريكيورس، اسكيرس، سترونجلويدز اند انكلوستوما، ماشي. نيجي بقى عند الاجز اللي بتبقى ماتشور، كلهم ماتشور ما عدا مين اللي مش ماتشور؟ فتاكيد. عارفين موقع فتاكيد؟ اهو فتاكيد. اف فاشيولا، اي اسكيرس، تي تريكيورس، سي كابيلاريا، وانكلوستوما، ودايفيلوبوتريوم. طيب الديدان اللي بتعمل انفكشن للتشيلدرن مين هو؟ اعرف ان الطفل لما يكبر للاسف يعني او شيء كويس هيخش الجيش. تمام. الجيش بقى دوت ايه؟ هو بص لابس بيضه فوق دماغه، ده هو ده الطفل اللي هو بيحاول يخش الجيش. جيش جي فور جورديا، الاي انتروبيوس، والاس
شيستوسوما منسوني والاتش دي فور هاي مينيلوبس نانا. طيب عشان انا كل الحاجات اللي كانت فيها نانا كنت بقولها بالان علشان الاتش هتلخبطك ما بينها وما بين الهيتروفس، بس دي مش التجميعه بتاعتي عشان كده ايه مش نفس الميزان، بس خلينا احفظكم يعني ان هي نانا مش هيتروفس. ازاي نحفظها؟ اكيد يعني هو عيل صغير صح، بقول لك بتيجي للاطفال اطفال، يبقى انا اقصد مين؟ النانا. النانا ماشي، اه النانا صغنونه. طيب والاس دي ليه مش سترونج لايدز؟ احنا كل الاسات اللي خدناها كانت سترونج لايدز، ما عدا لو في حاجتين فيها اتنين اس ساعتها بتبقى سترونج لايدز وشيستوسوم منسوني. هنا ليه بقى شيستوسوم منسوني مش سترونج لايدز؟ سترونج ايه؟ سترونج ده بقول لك عيل صغير اصلا، هيبقى سترونج ازاي؟ مش قوي ولا حاجه. تمام، دي الحاجتين دول اتحفظوا، هي بس دي الحته اللي غلسه يعني. طيب نيجي بقى على الكوتينيوس ليجن، يعني واحد دي هريج ضرب يهريج ضرب وشك يبقى ما فيهوش معالم ويقول لك في الاخر اسف اسف. دي اللي هي ايه؟ انكلوستوما شيستومانسوني سترونجلويدز الانتاميبا هيستوليتيكا والفاشيولا. وخلي بالكم انا بقول انكلوستوما ما قلتش اسكيرس ماشي، الكوتينيوس انكلوستوما مش اسكيرس. طيب نيجي بقى على الايزينوفيليا، بيقول لك لما تكون صايم دمك بيبقى متلخبط. اي فاست انا صايم، اي ايزوسبورا، اف فاشيولا، اي اسكاريس، اي انكلوستوما، الاس شستو منسوني، الاس سترونجلويدز، التي تريكيورس. طيب قبل ما نخش في الحاجه اللي بعديها ما ننساش ان احنا قلنا ان كل التي كانت تريكيورس، زي ما بقول لكم كده ان التي كلها تريكيورس ما عدا التينيا ساديناتا كانت في واحده بس اللي هي بتاعه الامندسايتس، والتينيا سوليوم كلها كانت اللي هي ما بتحبش تقول سلام ما عدا بتاع مين؟ بتاع اللي كان شعره اصفر ده وقلنا ايه الكفور. ماشي نيجي بقى على الهابيتات، بيعيشوا فين؟ كل الديدان اللي احنا خدناها بتعيش في السمول انتستين ما عدا ثلاثه، اتنين في اللارج انتستين وواحده بتعيش في البايل داكت اللي هي الفاشوله. مين الاثنين في اللارج انتستين؟ الدبوس والكرباج. يبقى الدبوس والكرباج فين؟ في اللارج انتستين. الدبوس اللي هو انتروبيوس والكرباج اللي هو تريكيورس. اه خليني اقول لكم برده بالمره البروتوزوا. البروتوزوا عندنا الجورديا او الجورديا دي كانت بتعيش في الكراتس اوف سمول انتستين، والايزوسبورا كانت بتعيش في الايبيثيليال سيلز بتاعه السمول انتستين. واعرف الفرق علشان ممكن تيجي ام سي كيو. الاميبا بتعيش في اللارج انتستين، البلانتيديم بتعيش في اللارج انتستين، والبارفون بتعيش في البينيث براش بوردر تحت البراش بوردر على طول بتاع الجاستريك والسمول انتستين ميكوزا. ماشي بالنسبه بقى للادويه، عندنا التريماتودز كلهم كانوا بيتعالجوا باي برازيكوانتل ما عدا الفاشيوله، عشان الفاشيوله اصلا مرض بيجي للماشيه، فاللي بيعالج مين؟ اللي بيعالج دواء اصلا بيعالج حيوانات اسمه الترايكلابندازول. ماشي طيب السيستودز كلهم بيتعالجوا باي نيكلوزاميد وبرازيكوانتل، والنيماتودز كلهم بيتعالجوا بميبندازول ما عدا اتنين. مين هما؟ السترونج لايدز دي واحده قويه فمش هتيجي معاها الميبندازول، ما الواحده ايه هتيجي معاها ايه؟ ايفرمكتين. ماشي ايفرمكتين. طيب بالنسبه للحاجه الثانيه اللي هي الكابيلاري، الكابيلاري واحده بتعمل فيليومينس داري، فهيبقى زي التانيين عادي كده. لا سوري انا مختلف، البندازول يعني كده. اه قال يعني كده بقى ايه بقت مختلفة، البندازول دي ما بندازول، لكن انا البندازول قال يعني بقت ايه مختلفة. تمام تحفظوا يا مسهل الحال. اخر حاجة بقى الحاجات اللي هي ممكن يبقى ليها ريزرفوار، دي انا ممكن يبقى ليها ريزرفوار يعني لو الانسان مش موجود فاشتا ممكن تروح في حتة تانية. مين فاكرين الفهد بتاع البوركلم دي اللي هي الاوبركليتد ايج؟ نفس الفهد معانا بالاضافه ليها الكابيلاريا. تمام بس كده، اتمنى ان تكون الموضوع يعني سهل وتحفظ، ودعواتكم بقى بالله عليكم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ودمتم سالمين.